بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين وكل عام وأنتم من الله أقرب على تعاطي أدوم. يعني تاني ليلة من ليالي رمضان أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب. احنا عندنا تالت ليلة عندنا دي تالت ليلة وبعد الدول تاني ليلة، لكن أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم ويجعله رمضان مبارك، اللهم أمين. حبيت أدخل معاكم لايف قبل الحلقه. الناس اللي بتسال يا جماعه المواعيد انا يعني عماله انزلها كل شويه على الصفحه. المواعيد بتاعتنا بقت يوم الاحد والثلاث والجمعه، دي بيوت منوره، الساعه 11:30 بتوقيت القاهره، 12:30 بتوقيت اسطنبول. وعندنا كذا برنامج موجودين، عندنا برنامج الصح فين على قناه مكملين، هيبقى الساعه 6:30 بتوقيت القاهره، 7:30 بتوقيت اسطنبول. وعندنا برامج بتنزل كواليس هاله، وعندنا كمان حاجه لنصره النبي في الحجرات عليه الصلاه والسلام. وهحاول ان انا اطلع لكم لايف ما بين كل فتره والتانيه كده لو في موضوع حابين نتكلم فيه. طبعا يعني انا كان نفسي النهارده وانا داخله، واحنا كمان بحبكم جدا يا اسراء عبد السلام والناس كلها، تمام، هند احمد اهلا بيكم كلكم. انا حابه صراحه ان انا يعني اتكلم معاكم في مواضيع، طبعا رمضان كلها تبقى مواضيع ايمانيه، موضوع تقربنا ربنا سبحانه وتعالى، وازاي ان انا فعلا اطلع من رمضان وانا كسبان، اطلع من رمضان وانا فعلا قلبي كويس وقادره اكمل لبقيه السنه. لكن في موضوع عمال بيلح علينا وبعدين انطلب مني اكتر من مره ان انا اتكلم فيه، انا مش هحاول اتكلم فيه بطريقه صريحه. الحاجات اللي زي دي، الحالات الخاصه، صاحب المشكله او صاحبه المشكله، احنا بنكلمهم بطريقه منفرده، كل واحد على حسب، ما ينفعش نعمم في مشاكل تبقى او حاجات تبقى خاصه. لكن لما الموضوع انتشر قوي وسبب ازمه حقيقيه، والا وهو ان لما بنت تبقى على علاقه بولد والعلاقه شرعيه او غير شرعيه، وبعدين بتامن له وبتتكلم ويبقى في بينهم شات، الولد بعض الشباب، مش كل الشباب، ودي النقطه اللي انا بركز عليها، بعض الشباب بيسيء للامر دوت، بيسيء لطريقه استخدامه، بيسيء ليها هي ذات نفسها، وياخد الشات يا يعملوا فيديو ويعملوا يا ينشروا، يا اما تتخطب هي لواحد تاني فيبعتوا لخطيبها وينكد عليها او يبتزها بموضوع الشتات او الصور او الخروجات في الامر. طيب لو هي علاقه شرعيه احنا كده كده عندنا، يعني هو خاطب وقاري فاتحه وعمل الكلام ده، نرجع للرجاله اللي دخلوا البيت والناس اللي دخلوا البيت ونبتدي نتكلم معاهم، يا جماعه والله الوضع الفلاني كان كذا كذا كذا، ولموا بقى ايه ابنكم ولا لموا الراجل اللي انتوا جبتوه لان هو عامل واحد اتنين تلاته. لكن انا من يعني اللي ما يعرضنيش في البدايه، وانا بكلم البنات عشان خاطري، انتوا ما تعرفوش اصلا الدنيا بتمشي ازاي مع الشباب بالذات. من فضلك يا بنتي، انت لو حاجه حصلت زي كده وحصل خطوبه، مش احنا عندنا ضوابط شرعيه؟ يعني الضوابط الشرعيه دي مش احنا قلناها اكتر من مره، فتره الخطوبه يحصل ايه وما يحصلش ايه، يعني الكلام ده احنا يعني قتل بحثا يعني، وخلاص الناس ابتدت شبعت منه حقيقه يعني. لكن انك انت ابتدي اخد نتيجه الرد فعل، بصوا اخد نتيجه الرد فعل، الرد الفعل الا وهو كالاتي، ان انا هي اخطات في التعامل اثناء الخطوبه، حصل تجاوزات سواء في الكلام او اللمسه او كذا، ابتدى هو ياخد من عليها هذا الكلام وشكرا ويعمل اللي هو عايزه، طبعا هو غلطان، لكن انا بتكلم في بدايه الفعل من اساسه. ان انت تبقي منتبهه لحاجه، وابدا اقسم يمين بالله يا بنتي، حتى لو هو كاتب كتابك، حتى انا بقول لك اهو، حتى لو هو كاتب كتابك وحتى لو كده، ما تتجوزيش، ما انتش عارفه قد ايه ممكن تبقى ليله الدخله وليله الحنه وتحصل مشكله ويفركش، لا اصل خطيبي، لا اصل حبيبي، لا اصل انا واثقه فيه، كل الكلام ده غلط، كل الكلام ده ربنا حاطط لنا ضوابط نمشي عليها. ده جزء. طب الجزء الثاني بقى، لا الامر مش شرعي، الامر مش شرعي، انت غلطانه من البدايه. يعني الامر انا بقول لك انت غلطانه من البدايه، بس ده ما يبيحش للطرف الاخر ابتزاز، ما يبيحش للطرف الاخر ان هو يبتزك بحاجه زي كده، سواء بخروجه ولا بشكل ولا بتاع. يا ابني انت تحاسب، وهي تحاسب ان هي تمام غلطت في البدايه، لكن انت تحاسب، هاتك الستر. ودلوقتي قوانين الابتزاز مصيبه مصيبه، يعني انت لو انت دلوقتي رفعت هي قضيه ابتزاز الكتروني او ان هو بيهددني بشات خاص او كذا او كذا او كذا، كل الكلام ده كارثه من الكوارث، كل الكلام ده كارثه، بيتاخد طبعا عليه حكم غرامات وهكذا وبيتسجن. ودلوقتي القوانين بتاعه اللي هو موضوع الابتزاز الالكتروني ده كارثه، ومباحث النت والكلام ده بره بقى،
وده اللي انا بحب يعني اقوله للشباب اللي بره، لو انت في دوله اوروبيه وتم الامر زي دوت، معاك جنسيه ما معاكش جنسيه، المحاكمه كالاتي: لو الامر اللي هو المتضرر اللي وقع عليه وثبت فعلا ان هي انت مبتزها بصور او شات او كذا، اسمعوا كلامي اللي بقول لكم عليها يا شباب، بيحصل كالاتي: لو هي في البلد اللي انت فيها نفس جنسيتها، انت هتتحاكم بقانون البلد وهتتسجن جوه البلد. لو انت المتضرره ديت يابانجي، يعني غريبه مش من صاحبه البلد، ما هيش كده، بتبتدي انك تاخد اجراءات اقلها 10 سنين وتمشي. لو جوه البلد هتاخد 10 سنين وممكن بقى معرفش 7 الكلام ده. لكن لو هي مش مثلا مش معاها جنسيه البلد الاوروبيه اللي انت فيها، بتترحل لبلدك تتحاكم في بلدك. واضحين؟ يعني انا مش عايزه افتح في المشكله دي اكتر من كده، ومش عايزه اقول حاجات تسيء لايا كان، لكن حقيقه في كوارث بتحصل، بس دي مش كل الشباب. لكن لما تيجي البنت مثلا، يجي الفتره ديت البنات مخطوبين: الحقيقه يا دكتوره، الحقيقه يا دكتوره، انا خايفه، ده بيقولوا الشباب بيعمل كذا، ده بياخد كذا، وانا ما اعرف اتحكي، وانا التزم بالضوابط. انا بقول لك اهو، التزمي بالضوابط. لا يمسك ايدك ولا يكلمك ولا شات محار ولا انت لابسه ايه ولا الساعه كام ولا يكلمك ايه، بيكلمك ويكلمك ليه لوحدك على شات تقول ما في خطوبه، ما يكلمك على جروب العيله اللي فيه ابوكي واخوكي وعيلتك كلها موجوده، لحد ما يكتب كتابه او لحد لما تدخله. ما طول ما انا ملتزمه بالضوابط الشرعيه، انا مش هتعرض لحته ان انا هبتز بحاجه زي كده. النقطه الثانيه، لا هي علاقه وغلطنا. طيب علاقه وغلطكم، يبقى شوفوا حد كبير من طرف هنا وطرف هنا ويقعد يحكم ويعقل الشاب دوت. لان لو انت في بلد اوروبيه، انا تاني بكرر، لو انت في بلد اوروبيه السجن على طول، لو كانت الامر يخص مثلا ببنت لها نفس جنسيه البلد الاوروبيه اللي انت فيها، ولو مش نفس الجنسيه انت بتترحل لبلدك، لان دي قضيه اترفعت قدام المحاكم، تترحل لبلدك عشان تتحاكم. انتوا واخدين بالكم من القصه دي؟ فدي كارثه. الله المستعان. يعني في الاول وفي الاخر انا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يستر كل البنات، وان الله سبحانه وتعالى يا رب يكرم كل البنات بالخير والبركه، ويكرم البنات بالزوج التقي الصالح، وانت كمان يا بنت الحلال، لان البنت سمع، واي بلد ولا اي مكان ولا اي تجمع ولا اي جاليه في اي بلد اوروبيه بيبقوا كله قد كده اوضه وصاله، يعني كل عارف ايه الدنيا وايه الحاجه، فبتنتشر الحاجات بسرعه. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالحفظ يا بنات. وبقول للشباب صحيح مش كلكم وحشين ومش كلكم كذا، ويا بنات المخطوبات او اللي ما عرفت حتة ما تتخضيش، مش كل الشباب كده، هي فئة قليلة فقط، والحمد لله في قوانين بتردع هذا الأمر، وفي قوانين تسجن، وفي قوانين تبادل اللي بيبتز ابتزاز عاطفي أو ابتزاز شات مكتوب أو كذا، الحمد لله في قوانين بتمنع الكلام ده. بس في البداية يعني الوقاية خير من 1,700,000,000,000 علاج لما تلتزمي بالحدود. لا ما انا مش عارفه اجاوب اللي على الشات دلوقتي، عشان بس عشان خليكوا هلا نظرها خلاص، ما بقاش كده. مواعيد الحلقات على قناه وطن كل يوم حد وثلاث وجمعه، ساعات هيبقى خميس وساعات لا، بس حد وثلاث وجمعه ده الثابت. ان شاء الله الساعه 11:30 بتوقيت القاهره، 12:30 بتوقيت اسطنبول. جزاكم الله خيرا والقاكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.